سالم، اوه نيمار جونيور دا سيلفا يستعد للنزول الان في اول مشاركه في لحظه تاريخيه لهذا النجم الكبير لنيمار اللي راح ينزل الان عند الدقيقه 62 من زمن هذه المباراه. اذا اندونغ يغادر ارضيه الملعب كذلك. محمد العقل يستعد للنزول. نشوف الان نيمار سيكون عوضا عن ممكن نقول مالكم. خلونا نشوف، او ميشيل يترك ارضيه الميدان. نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي الى ارضيه الملعب في لحظه تاريخيه لهذا النجم الكبير. لأول مرة نيمار يشارك. لا التمريرة الأمامية تتخلص من خليدو كوليبالي. يا سلام يا نيمار إلى مالكوم. مالكوم يتقدم، مالكوم يحاول، مالكوم يعدي، مالكوم يمر، مالكوم يلعب الكرة إلى ميتروفيتش. عدى، الله، لا 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 لا. غريبة 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 يا ميتروفيتش. الكرة الماضية لميلينكوفيت سافيتش الذي كاد أن يسجل هدف جميل. مالكوم البرازيلي، من برازيلي إلى برازيلي. الله 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 يا زعيم، الله يا نيمار، الله. شوف الكرة، مالكوم إلى نيمار، مالكوم من جديد، يا سلام على طول، وبعد ذلك في الجول ناصر الدوسري يسجل هدفا ثالثا لمصلحة الهلال. لا يوجد تسلل مع الكرة الماضية، وبالتالي الهلال يتقدم بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هدف الجميل، التمريرات هذه بكل صراحة يعني نتكلم عن شغل مدرب، شغل مدرب كان واضح جدا. روبن نيفيز آخر ربع ساعة من زمن الشوط الثاني والمباراة. مشاهدينا الكرام، سالم يتقدم، سالم يعدي، سالم يعدي، سالم إلى ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء للنجم البرازيلي مع الزعيم. يا ما سجل من مثل هذه الأماكن، يا ما سجل نيمار. نشوف الآن ونتابع. نيمار يستعد الآن وركلة حرة مباشرة. نيمار والكرة تتخلص، كانت شوف المحاولة الماضية من جديد اللي كانت لي نيمار. كرة من ميتروفيتش في وسط الميدان. نيمار استلام من جانبي نيمار. سالم لمسة وتمريرة، عودة الكرة إلى نيمار، منه إلى سالم، لكنها خاطئة، خاطئة الكرة الماضية. خليدو كوليبالي، خليدو كوليبالي كنترول. شوف نيمار، شوف نيمار، شوف نيمار، شوف نيمار، راح يمر، راح يمر، راح يمر. نيمار يتقدم، نيمار لعب الكرة إلى مالكوم. الله 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 الله، الزعيم بهذه الروعة حقيقة وليس خيال، مع نيمار ومالكوم والنجوم الكبار. شوف الكرة من نيمار، شوف كيف عدى وسجل مالكوم الهدف الرابع على طول في المرمى، في المرمى، في المرمى، في المرمى. مالكوم يسجل الهدف الرابع في المباراة ويسجل الهدف الخامس شخصيا للنجم البرازيلي بعد هاتريك في شباك أبها، وهدف سجله من أمام الاتفاق. يا سلام، شوف الكرة الماضية، مالكوم يسجل الهدف. تمريرة إلى الجانب الأيسر،
ترجع الكرة إلى نيمار، محاولة مستمرة إلى الأمام بحثاً عن ميتروفيتش، تصل الكرة إلى مترو، يحاول مترو ممكن يعدي، يعدي يلعب الكرة إلى مالكوم، مالكوم إلى البريك، جميلة إلى نيمار، استلام من نيمار، تعود الكرة قوية وركلة جزاء، ركلة جزاء للزعيم، ركلة جزاء. شوف المحاولة، شوف اللمسة، شوف الكرة، لمسة يد موجودة بالفعل، موجودة بالفعل، وكاد أن يسجلها نيمار. الكرة الماضية لمسة يد على علي الزقعان في ملعب الملز في الجولة السادسة من دوري روشن. الكرة تعود، الكرة تعود إلى ميتروفيتش. يا السلام، الكرة الماضية من نيمار إلى مترو، عودة الكرة إلى سالم، سالم إلى سلمان، من سلمان إلى ناصر للجناح الأيسر، يحاول لعب الكرة العرضية أو البينية، الكرة مستمرة، نيمار قوية من جانب نيمار، والكرة سهلة إلى أحضان حارس المرمى. يريد أن يسجل، يريد أن يسجل نيمار في هذه الأوقات مشاهدينا الكرام. في الشوط الثاني من عمق الميدان، محاولة ميتروفيتش، ميتروفيتش، نيمار، نيمار، الله، فاعت الكرة الماضية على الهلال، فاعت الكرة على نيمار وكاد أن يسجل. شوف المحاولة، ميتروفيتش الذي فضل لعب الكرة لنيمار و كان يريد أن يسجل نيمار هدفه الأول، وبالتالي الكرة تضيع وتذهب إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى لصالح كامبانيا. لكن بالفعل ما شاء الله فعالية كبيرة لنيمار منذ أن نزل في الشوط الثاني. هنا احتفالية نيمار المفضلة دائما، والتي الكرة إلى مترو، نيمار، 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 جول نيمار، الكرة تعدي، جول 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 جول، يحضر من يحضر، يأتي من يأتي، الأهداف لغة سالم المفضلة. في الجول، في الجول، في الجول، هذه كرة نيمار إذن بالفعل، وبالتالي